السيسي يوجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في مشروعات الدولة بالقطاع النووي. وكالة الأنباء السورية تؤكد إسقاط منظومات الدفاع الجوي أهدافا معادية في سماء دمشق. الصين تعلن تسجيل 116 حالة وفاة بفيروس كورونا، وعدد المصابين يقترب من 52,000. الرابعة صباحا، الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان وفق المعايير الدولية في المشروعات المستقبلية للدولة بالقطاع النووي. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية، حيث أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية، كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. اختتمت في واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المفاوضات تطرقت لقواعد تشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف، فضلا عن آلية ملزمة لفض أي نزاعات. وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الأمريكي بمشاركة البنك الدولي سيعمل على بلورة الاتفاق وعرضه على الدول الثلاث لتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري. هذا وأعربت مصر عن تقديرها البالغ لجهود الإدارة الأمريكية، خاصة وزير الخزانة وكذلك البنك الدولي، في التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل. قالت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تصدت لصواريخ معادية قادمة من الجولان المحتل في سماء دمشق. هذا وأكدت مصادر سورية أنه تم سماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مواقع الجيش في محيط العاصمة دمشق. قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبش إن الحكومة اللبنانية مطالبة بسرعة إنجاز قرارات جريئة في سبيل العمل على إنقاذ البلاد من الانهيار. وأكد المنسق الأممي أن أي حل للأزمة المالية والاقتصادية المصرفية التي يشهدها لبنان يجب أن ينطلق من مبدأ الشفافية الكاملة. وأعرب كوبش عن أمله في ألا تحاظ المشورة التي طلبتها الحكومة اللبنانية في صندوق النقد في شأن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بالسرية والكتمان من اللبنانيين. يقدم رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ اليوم تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. كان رئيس الجمهورية كلف الفخفاخ في 20 يناير الماضي بتشكيل الحكومة بعد رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي. وأجرى الفخفاخ العديد من المشاورات لتشكيل الحكومة التونسية، واقترح وثيقة المرجعية لبرنامج الحكومة، وتبينت ردود أفعال الأحزاب والحركات التونسية تجاهها بين التفاعل والتحذير والاعتذار. قالت لجنة الصحة في إقليم كوبي الصيني إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس، وأيضا وصل إجمالي الوفيات إلى 1483 شخصا. هذا وأكدت اللجنة اكتشاف 4823 إصابة جديدة في هوبي مركز التفشي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 51986 حالة. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.